خلونا نروح للاستاذ الدكتور حسام حسني، استاذ امراض الصدر والحساسيه بكليه طب القصر العيني. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في الخلاصه. اهلا بيك حسام، واهلا بيك كل مشاهدينك. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه، ومصر كلها طيبه وخير باذن الله. دكتور، حضرتك سمعت عن اكياس النيكوتين؟ على فكره اكياس النيكوتين مش اختراع مصري، واختراع موجود في كل دول العالم. ما انا عارف، ما انا قلت انا ما قلناش مصري، انا قلت ان هو اختراع عالمي، وكان خفت ورجع تاني بقوه الايام دي. خلينا نقول ان احنا جايز في مصر بنبقى سباقين، ان مع اي حاجه جديده تحاول ان احنا نقنع نفسنا ان احنا اقنعنا على التدخين، فبنحاول ان احنا نبقى جديد. لكن خلينا نقول انا سعيد ان احنا نتكلم عموما، ان التدخين عموما نوع من مشاكل كتير جدا، مش بس على الرئه كويس، لكن على الجسم كله. يعني تأثيره على الجلد، على الجهاز الهضمي، على حتى المثانة، على البروستاتا عند الرجال، على ترهل الجلد وتجاعيد الجلد عند السيدات. يعني تأثير التدخين ليس مرتبط بأمراض صدرية، لكن مرتبط بأمراض كثيرة جدا. لكن أنا دايما بقول المدخن هو مدمن، والمادة التي تسبب الإدمان في التدخين هي مادة النيكوتين. وكنا احنا دايما بنقول ان في وسائل للإقلاع عن التدخين، اللي هي ان احنا نبدا، فما الاول حاجه ان احنا عشان نطلع على التدخين يكون هناك الرغبه في الاقلاع عن التدخين. يبقى اول حاجه يكون في حضرتك بتتكلم في الرغبه في الاقلاع، لكن انا معلش اتوقف اولا عند فكره الكيس دي. انت جالك يعني مرضى قبل كده اشاروا للموضوع ده، او حد حكى لك عليه يعني بيستخدمه او كده؟ طب في ناس كتير مقتنعه ان هي اقلعت عن التدخين باستخدامها الاكياس دي، او ان هي بدات تشرب سجاير الكترونيه فهي اقلعت عن التدخين. في بعض الضرر بيقل عن اقلاعنا عن التدخين بالسجاره التقليديه، لان ماده التار كويس، وفي مواد كثيره كيميائيه اخرى مش موجوده، لكن انت ما زلت مدمن ماده النيكوتين. وماده النيكوتين مش ماده اللي هي بس مسبب الادمان، لكن ليها مشاكل صحيه كثيره جدا. لكن لو جينا الموضوع حلقه حضرتك عشان ما بقاش احنا تفرعنا في الموضوع على اكياس النيكوتين، لو انت بصيت على تركيز النيكوتين في هذه الاكياس، هو التركيز مرتفع جدا. هذا التركيز المرتفع جدا يؤدي الى مشاكل صحيه كثيره جدا. صحيح بيخلي الواحد ما عندوش رغبه في السيجاره لانه خد النيكوتين بماده اخرى، لكن تاثيرها الصحي وتاثيرها كادمان اعلى بكثير من السيجاره. كادمان اكبر من السجاير العاديه طبعا، لان تركيز النيكوتين ليه يا دكتور اشرح لنا. لان الكيس الواحد فيه ما بين 2 ل 5 مللي جرام نيكوتين. واعلى تركيز للنيكوتين في اي سيجاره، اعلى تركيز هو 0.9. هو كيلو في الكيس الواحد بياخد ما بين سيجارتين او 3 ل 6 سجاير في الكيس الواحد. طبعا هو هنا خلاص اشبع ادمانه، اشبع مراكز الادمان عنده مراكز النيكوتين. زي ما حضرتك قلت ان هو كويس، افرز ماده الدوبامين اللي انا بسميها هرمون السعاده، فخلى العصبيه تقل، التوتر تقل. لكن خلينا نتكلم على تاثيرها على الفم نفسه، وتاثيرها على التهابات اللي بدات نشوفها في الفم، والتهابات الفم والقرح اللي بدات تظهر في اللسان. غير تاثيرها النيكوتين لها تاثير مباشر على عضله القلب. كل دي حاجات مهمه جدا لازم نتكلم فيها. هي بديل غير امن للاقلاع عن التدخين. يعني حضرتك بتقول انه اكياس النيكوتين بديل غير امن للاقلاع عن التدخين، بالعكس ده بيؤدي الى مزيد او شراهة اكبر في عمليه الادمان، وبيؤدي الى تدمير وظائف حيويه اخرى حتى وان ما كناش بندخن ماده النيكوتين نفسها، فبتقلل الضغط على الرئه شويه، لكن هي بتبوظ حاجات تانية. انا فاهم صح كده؟ مظبوط بالظبط. انت ما زلت مدمن، ما زال الادمان موجود، ما زال كويس النيكوتين ومركزه في المخ ما زال شغال بمراكز الطريقه البديله. احنا بنقول ان احنا عشان نبطل التدخين في وسائل مساعده اخرى، ودي مفهوم الاشراف الطبي. هذا الاشراف الطبي بيدي جرعات معينه ثم يبدا بتبقى لزقات وحاجات كده، بس دي بتبقى طبعا تحت اشراف الطبيب. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام حسني، استاذ امراض الصدر والحساسيه بكليه الطب القصر العيني. والخلاصه، اكياس النيكوتين ليس بديل امن للاقلاع عن التدخين، بل هو بديل مدمر زيها زي السجائر العاديه.